مرحبا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة الجزائر أنوان في حصتكم المظلق. اليوم المظلق بطبيعة الحال راهي جابت لكم عرمة أخبار، جابت لكم واحد الأخبار رياضية وعالمية ونمدهم لكم غير بشوية. المهم قبل ما ندخلوا في التفاصيل مشاهدينا الكرام، جبنا لكم واحد السونداج نتبعوه في رهبة، تبع معنا. إذن مشاهدينا الكرام الآن راح نسقسيهم على قرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونسبة وليد صادي كرئيسا للفاف، أنت كيف تشوف هذا القرار؟ لا يا زعما يستاهل وما دابين يدير واحد جان وراس طايف يشاوي من عندنا وإن شاء الله بربي نربحوا مراركا. احنا رانا متفائلين بهذا الجان، الحمد لله سان جان وغادي يحكم الفاف تبارك الله ما شاء الله، رانا متفائلين زعما ويعطي روح جديده لكرة القدم وكاع يروح جديده ان شاء الله، ماذا بينا احنا لاجونا سي خدموا. ويعني ممكن تشوفها ممكن يتغلب على الكولاسة اللي راهي صارية في افريقيا، ممكن يعني هذا الرئيس يتغلب على ديك الكولاسة اللي يعني احنا نلاقوا فيها صعوبات خاصة بالحادثة تاع الكاميرون وكأس افريقيا، يعني ممكن يتغلب على الكولاسة. الكولاسة شباب نقول لك الكولاسة صعيبة بزاف ولازم تكون عندها يد من الحديد. أكيد. ويكونوا رجال. أكيد. متاوعنا رجال حنا الجزائريين، عندنا روح وطنيه ومتفائلين بشهداء الله يرحمهم الابرار وكل شيء. يعني يضرب الطابله على الجزائر. يضرب الطابله وروح الوطنيه هذه كيف يضرب الطابله هو لابد. هذا وليد صادي مع اللي سمعت عليه بزاف صوالح. أكيد. هو دوك جان، ما احنا في بلادنا ما خصناش الشوابين. صحيح. انا ما عمر الشوابين، ما راهم يديروا والو، خصنا نعطوا الرسالة نحطوها بين يديهم هادو لي جان دادوها زغيطه زغيطه زغيطه. هو ان شاء الله يا ربي ندوها بصح جيبونا لي جان. ترأس سبولي صادي على رأس الاتحادية لكرة القدم، انا نشوفها رجل مناسب في المكان المناسب نظرا للكفاءة الشبانية اللي يمتلكها، وحنا شغل مع الشباب من اجل تطوير الرياضه وكره القدم، وان شاء الله احنا نقولوا احنا توجور الدوله الجزائريه نتفائلوا خير، نتفائلوا خير للكره الجزائريه والشعب الجزائري باش يكون توجور بشوش وفرحان ان شاء الله. وحنا عارفين بالبوله، حنا فرحنا الاول كيف فرحنا بالاوله اللي دخل شادير قلع الملف تاعنا من يعني ساحب من كاس افريقيا، تنظيم كاس افريقيا ساحب منا فرحنا، خاطر كان فيه الكوليس كانوا فيه تلاعب صحيح، دار حاجه دار حاجه مليحه. وثاني قاعدين نشوفوا في التلفزيون قاعدين نشوفوا لقيناه راح تاع تاع تلمسان ولا تاع بلعباس ولا الاكاديمي تاع بلعباس راح حط لهم شك صحيح، ما كانش يخلصوا هو راح جاب الشك صاب ديك راه باغي يهدوا الشبان صاب ديك الكره الجزائريه تطلع حدا ما خصنا حنا. حنا فرحنا كي قلع تاع كوب دافريك الحمد لله باش المهم الشان تاعنا يطلع. اكيد ان هوم اونيت وحنا ما نعرفوش حنا دي زوراني منا سيدي انا جو سوي اوراني بير دورون ماذا بي حنايا اون سوات هذا السيد هذا يخدم بون دابا راه سي اون ترافاي تاعه اون فوا اون تري با سور لو شون نو اون ميريت هاد لو فوتبول الجيريان يكون مليح وتحية على من الجزائر اون كوت وا تحية الجزائر بيان فيف الجزائر فيف الجزائر 1000 فوا. اصحاب اليا مشاهدينا الكرام كما شفنا باللي الاغلبيه راهم مع وليد صادي، حيث قال لك باللي وليد صادي صغير وجاي للدنيا، يعني كما نقولوا عنده ما يمد للكره الجزائريه. ابن عمي احنا هبلونا بذوك الكبار، ابن عمي هبلونا بذوك الكبار، يا تسيبه كبير تسيبه لا البالون والو تسير والو، وخاصه غير الما يحمى، خاصه غير يكمدوا الما يحمى وصي. ايوه هنا في الجزائر تسيبه داخل في البالون يسير لك انديه، يسير لك كما نقولوا اتحاديه كومبلي. بصح وليد صادي جاب ربي مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا في السونداج باللي كاع راه يقول لك باللي رانا متفائلين خير معاه. وليد صادي يعرف يسير وحيث هو كما نقولوا يعني الصناعه تاع الحاج محمد روراوه، فبالتالي كاع راه متفائلين خير. وجاب ربي مشاهدينا الكرام القرارات اللي جابهم وليد صادي، جاب ربي راه سرح حكيم مدان
وراه سرح ثاني مدوار سرحهم لزوج مشاهدين الكرام، وهادو زوج بالذات اسيدي نتوما درتوا لي عليكم، ربي يعينكم ان شاء الله يا ربي، وراه جاب واحد في بلاصتكم ان شاء الله يا ربي يمدوا الما خير والما اكثر للكره الجزائريه اللي رانا متفائلين بها مشاهدين الكرام. وثاني كل المظله قالت لكم باللي ما ننساش واحد الحاجه غادي تقولها لكم، وين نرفعوا المظله، نرفعوا المظله لسيد الرئيس تبون، سيد الرئيس تبون وين حكم وتلاقى وشد وليد صادي، وليد صادي رئيس الاتحاديه الجزائريه، وقال له قال له راني خالك المنتخب الجزائري امانه، ها ها قال له كيما ها قال اني خليت لك المنتخب الجزائري امانه. الله يعطيك الصحه رئيسنا، وان شاء الله يا ربي حنا نتمناو الخير لبلادنا، لبلادنا الجزائر والمنتخبنا ان شاء الله يا ربي، والما خير والمزيد من التتويجات. هذه اصاحب النية اليوم المظله سيدي قالت لكم باللي الخطره اللي فاتت هضرنا على امير قويري ورفعنا له الشابو مشاهدينا الكرام، بصح اليوم رانا جايبين لكم لاعب جديد، لاعب جديد اللي اعلن قال باللي راني واجد باش نلعب للمنتخب الجزائري، وهذا اللاعب جاب ربي الله يبارك ما شاء الله يلعب في الدوري الانجليزي، هو والد هنا في الجزائر وكابر في الجزائر، بصح تنقل لفرنسا لعب البالون في فرنسا وراح للانجليز من ليفربول، راح لهذا ليكيب اللي سموها شيفيلد. اصاحب النية اللاعب هذا سموه ياسر العروسي، ياسر العروسي هذا يلعب من الغادي، يلعب كما نقولوا احنا على الجهه اليسرى، نرفعوا لك الشابو ياسر العروسي، راك خيرت الجزائر مالغري هي راهي بلاد وكبرت فيها وترعرعت فيها، بصح راك خيرت فيها اسيدي، مرحبا بك مع المنتخب الوطني الجزائري. ياسر العروسي مشاهدي الكرام يلعب على الجهه اليسرى، يلعب في الجهه تاع رامي بن سبعيني وفي الجهه تاع ايت نوري وفي الجهه تاع حجاب، ما عندي ما نهضر على هذه البلاصه، الكارثه راهي جايه وخلاص غرقوا باصوا في ذي البلاصه، عندك بن سبعيني وهذو لي الجوار مشاهدي الكرام، جاب ربي راه كاين الخير على الجهه اليسرى وغرقوا باصوا، ها غرقوا باصوا صاي ها غرقوا باصوا. حبس حبس ونبقاو غير في البالون، ما نقعدوا غير في البالون، كيما على بالنا باللي جاب ربي الاتحاد العاصمه اتحاد الجزائر راه تاهل الى دور المجموعات للكونفدراليه الافريقيه، واه راه تاهل جاب ربي مشاهدي الكرام بعد ما تفوق على الفريق المغربي، المغرب الفاسي مشاهدي الكرام، عطاه يعني الكف الكروي جاب ربي وبرده الي روتور، مالغري تعادلوا هنا في الروتور وين لعبوا هنا في الملعب ميلود هاتفي، بصح مشاهدي الكرام راه تاهل دور المجموعات، الف 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 مبروك. ويعني من جهه واحده اخرى ثانيك، من جهه واحده اخرى ثانيك بلا ما ننسوا شباب الوزدان، بالوزدان ثاني الله يعطيهم الصحه، الله يعطيهم الصحه ونرفعوا لهم المظله على التاهل تاعهم اللي يعني دور المجموعات دوري ابطال افريقيا، وين تفوقوا على فريق من سيراليون سموه باور رينجرز، واه المباراه تاع اللي اقيمت هنا في وهران على ملعب ميلود هذفي، والله يعطيهم الصحه والله راهم مشرفينا، الله يعطيكم الصحه، راكم اللي تحكموا تعطوه الكف الصفعه الكف الكروي، تحياتنا. دروك نخلوا البالون في جهه ونروحوا لجهه واحده اخرى مشاهدينا الكرام، يا وين رطقر بق، فرنسا خلاها البق، خلاها البق مشاهدينا الكرام، الخبر هذا راه جابته لكم المظله، قالت لكم باللي في فرنسا تقعد الدور يا ويا حكمك البق يليعك، يا حكمك البق يليعك في ظهرك في كتافك في كرشك، سيرتو لا عندك الخدود، قال لك لا عندك الخدود يكمل معك ديرك ذاك البق، والله العظيم غير قال لك يا البق الله راه يعض في فرنسا. راهي عضه راهي كريسي مشاهدي الكرام، هكا قالت لكم المظله، قالت لك انت حكمك بقى في فرنسا تكريسيك مشاهدي الكرام. ايوب بخصوص اماكن لا يدخل البق للجزائر ولا ما يدخلش، وزير الصحه قال لكم ما عندكم علاه تخافوا، قال لكم ما عندكم علاه تخافوا، حيث البابور اللي يدخل من الطليان ولا اللي يدخل من فرنسا رانا نفتشوه ونفنقلوه، رانا نفتشوه ونفنقلوه، والله العظيم يا بقى ما تدخلش، قال لكم كيما هكا، وانتم ماكم خاصين والو، اشروا الفليتوكس خلوه ثم اوكا حاجه هكا ولا نشيط هكا عليها طيح طيح في الارض، احنا بنعمي احنا بكري كنا نرقدوا مع البق وباتوا مع البق وما كان والو، جات هذه تاع دروك ها البق ها الدواء تاعها ما على باليش انا، فليتوكس وراي فلات مشاهدي الكرام،
مظله قلت لكم شرور في لي توكس. السلام عليكم.